عوده للوعي، وهذه تتكرس. شوفوا الهان عمر، شوفوا هاي الانسانه الصوماليه العربيه الرائعه اللي انتخبت في ولايه امريكيه وصلت للكونغرس وتتصدى لاقوى لوبي في العالم، تتصدى للوبي الاسرائيلي وتدين الجرائم الاسرائيليه في قطاع غزه وفي الاراضي المحتله، تدين الاحتلال الاسرائيلي، تدين العنصريه الاسرائيليه، ولا ترهبها كل هذه الحملات التي شنت ضدها، وظلت صامده واحيت حاله من الوعي في اوساط الامريكيين. طيب هذه الهام عمر والله ارجل من كل الزعماء العرب. وريني زعيم عربي الان، من النادر جدا ان تشاهدوا زعيم عربي بيحكي عن فلسطين، بيحكي عن الاحتلال، بيحكي عن جرائم الاحتلال. وروني وزير خارجيه عربي بيحكي عن عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي، بيحكي عن الظلم في قطاع غزه، عن قتل الممرضين والاطفال والمقعدين على 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 حدود قطاع غزه اللي بيتظاهروا سلميا. وروني واحد منهم. هذا الكلام اللي المعاداة السامية الآن، إيش تعني يعني معاداة السامية اللي بتضطهد الشعب الفلسطيني الآن؟ يعني إنه أنت تعاد السامية هذا جريمة، لكن إنه هاي إذا السامية أو بعض المدافعين على السامية اضطهدوا الشعب الفلسطيني وفرضوا قانون عنصري اللي هو قانون المواطنة أو القومية في إسرائيل، هذا شيء كويس، هذا عادي جدا. لكن انه تقول والله تنتقد المجازر الاسرائيليه اصبح معادي للساميه، شيء امر غريب. هذا الهان عمر اللي تصدت لهذا الامر، والله لم يتصل فيها وزير عربي، لم يتصل فيها سفير عربي، لم تدعوها دوله عربيه انها تزورها، بدهمش، خايفين. على ايش خايفين؟ هذه بنته مش خايفه، وبنت شجاعه ومش خايفه، انتم على ايش خايفين؟ هذه الحقيقه. ليش الخوف؟ ليش الرعب؟ ليش احنا بنكون رجال؟ يا اخوان انا مش خايف من التطبيع كتطبيع، هذا شفناهم، وللاسف يعني في شعوب ما تظاهرت ضدهم وزاروا عواصمنا او بعض عواصمنا. انا خايف انه يتحول هذا التطبيع ليصير تحالف امني وعسكري، احنا نصير خدم عند الاسرائيليين، احنا نصير جنود تحت القياده الاسرائيليه، وهذا اللي بيصير. هيك بدها ايانا امريكا، بدها ايانا نكون خدم عند الاسرائيليين، بدها نتنياهو يكون زعيم علينا بحجة انه والله احنا بهددنا الخطر الايراني. لا، الخطر الاسرائيلي اللي بهددنا، الخطر الاسرائيلي بيحتل القدس وبيحتل الكنائس وبيحتل المعابد وبيغير الهوية العربية للقدس المحتلة وبيغتصب الارض. هذا هو اللي بغير. يعني شيء 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 احنا لازم والله لازم نتحرك، والله لازم احنا يعني نتصدى لهذه الهجمة. احنا لازم نكون في خندق المقاومة، مقاومة الاحتلال بكل اشكاله وبكل اشكال المقاومة ايضا. يعني بحطوا حزب الله وبيجرموه، طب بتجرموه ليش بتجرموه؟ طب ليش بتجربوا ايضا الاحتلال الاسرائيلي؟ ليش بتجربوا العدوان الاسرائيلي على غزة؟ التقرير لمجلس حقوق الانسان للامم المتحدة قال بانه اسرائيل ارتكبت جرائم حرب على حدود قطاع غزة وقتلت الابرياء هناك وجرائم ضد الإنسانية. طيب ليش وين التحرك العربي اللي يقول لهؤلاء الناس انه هؤلاء هم المجرمون، هؤلاء هم الإرهابيون، مش اللي بيقاتل من اجل ارضه، من اجل عرضه، من اجل شرفه؟ هذه الحقيقة. فانا يعني بجد يعني انا اشعر بان هناك هبة عربية، هذه الهبة بدأت تتبلور، هناك وعي عربي، هذا الوعي العربي بدأ يتبلور، الشارع العربي بدأ يتحرك، الشباب العربي بدأوا يتحركوا، مش يتحركوا عشان لقمة العيش، لا، بدهم يتحركوا كمان عشان قضايا الكرامة وعزة النفس والهوية العربية والإسلامية، بيتحركوا للعدالة، من أجل العدالة، بيتحركوا من أجل المساواة، بيتحركوا ضد العنصرية بكل أشكالها، ضد الدكتاتورية بكل أشكالها، من أجل الديمقراطية الحقيقية. هذا هو المستقبل. عشان هيك مرة ثانية بقول أنا متفائل، وشكرا لكل من يتصدى للتطبيع، شكرا لكل من وقف في المؤتمر الاتحاد الدستوري العربي أو اتحاد البرلمانات العربية وأدان التطبيع، وشكرا لإلهان عمر، وشكرا لحركة المقاطعة، وشكرا لكل الشرفاء في هذه الأمة. وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله.